أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية. مننا يعني متصور أن احنا في مصر رغم كل التحديات دي فرصتنا في التغلب عليها مش كبيرة. لا، احنا فرصتنا بالتغلب عليها كبيرة، ويمكن ده أنا يمكن هنا هخلي الشق الثاني في تعليقي يعني على الجهود اللي قامت بها الدولة خلال الثمان تسع سنين اللي فاتوا. رغم كل التحديات اللي مرت على مصر في العشر سنين دول، لكن أقدر أقول لكم إن احنا بذلنا جهد كبير جدا، مش احنا كقيادة أو كحكومة، لا، كدولة مصرية بشعبها كانت فاهمة ومقدرة التحدي اللي موجودة قدامها، واشتغلت خلال العشر سنين دول بشكل يعني متسارع للغاية في كل المجالات من أجل أن هي تتغلب على الفرق الكبير بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو اللي احنا عايزين نوصل لها. وحطت الدولة، ويمكن احنا موجودين النهاردة هنا في العاصمة في المكان ده، يمكن كتير من السادة الضيوف ما يعرفوش ان ده كان جزء من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق لمستقبل أفضل لصالح مجتمعها. ال 24 مدينة اللي الدكتور خالد بشكل أو بآخر اتكلم عليهم، هو كان عبارة عن تقدير للموقف للنمو السكاني في الدولة المصرية، وقد إيه إن إحنا محتاجين نخرج خارج النطاق الضيق للدلتا اللي إحنا عايشين فيها من خلال ال 24 مدينة دول.